كيف تنشر؟ لكي تنشر البودكاست ويكون مقبولا في المجمعات الرئيسية يجب عليك إضافة صورة وملف الصوت ونص وصفي للمسار الصوتي. لأغراض عملنا سنستخدم موقع soundcloud.com، وهو موقع يستضيف مقاطع الصوت بما في ذلك الموسيقى والبودكاست، وهو يحظى بشعبية كبيرة كمضيف للبودكاست وللاستماع إلى الموسيقى على حد سواء. يوفر ساوند كلاود حسابا مجانيا مقيدا بعدد قليل من القيود، ولكن يمكنك أيضا تطوير الاشتراك فيه لاحقا إذا لزم الأمر. توفر الحسابات المجانية خلاصة RSS، وهي العنصر الأكثر أهمية لنشر البودكاست الخاص بك. RSS هي التقنية الرئيسية التي تستخدمها ملفات البودكاست لمشاركة الحلقات الخاصة بها، فهي توفر واجهة سهلة للمستخدمين أيضا، لأنه بمجرد نشر المحتوى الجديد سترسل لك تنبيها وتعرض تلقائيا قائمة بهذا المحتوى الجديد. لمعرفة الأماكن الأخرى التي تقدم خدمة الاستضافة اطلع على القائمة في قسم الموارد الخاص بهذا الدرس. أولا، انتقل إلى soundcloud.com وأنشئ حسابا مجانيا. ثانيا، حضر مقطع الصوت والنص والصورة وحملها على soundcloud. في الأذونات تأكد من تحديد الخيار تضمين خلاصة RSS. بمجرد قيامك بالنشر تراجع خطوة إلى الوراء وهنئ نفسك على أول حلقة بودكاست خاصة بك. عملنا لا يتوقف هنا، وكما سنرى في القسم التالي علينا إرسال البودكاست إلى المجمعات الرئيسية بحيث يستطيع العدد الأكبر من الأشخاص الاستماع من خلال أي تطبيق يفضلونه.